أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من تعليم المسيح المتميز الفريد عزته على الجبل وبهذه الحلقة رح أتكلم عن كلام يسوع عندما قال جئت لا لأنقض بل لأكمل أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي رح تكون سبب بركة لحياتك ونشوف علاقة الناموس في المسيح وشو الرب عاوز يعلمنا من خلال هذه الكلمات ابقوا سأعود بعد هذا الفاصل القصير قال يسوع لا تظن اني جئت لأنقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل لاكمل فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل احبائي المسيح عنده موقف كتير كتير محترم من الناموس جاء المسيح ليحترم الناموس جاء المسيح ليعطي بعدا وعمقا روحيا للشريعه جاء حتى يكون شهاده في كل شيء انه يحترم الناموس وليساعد شعب الرب لكنه احبائي لم يقبل بر مزيف ولا مظاهر تدين مزيفة ولا تقوى مزيفة المسيح طبعاً بيختلف لم يحصل على سلطانه من أي قادة دينيين لأنه عادةً القادة الدينيين في أورشليم لازم يكون تابع لشخص أو بيتمثل لشخص ولا تابع لمدرسة معينة هكذا تقول مدرسة هليل وهكذا تقول مدرسة شمعي وهكذا تقول مدرسة عكيفة إلى آخره المسيح ما كانش تابع لمدرسة أو بمثل مدرسة معينة بدأ أنه يعني من الظاهر أنه يحطم الناموس على أساس سلطانه وعلى أساس نشاطه كان يجول بيصنع خير لأنه كمان كان يعني بيشفي يوم السبت فطبعا هذا الاصطدام الديني اللي حدث بين المسيح والفرسيين ثم كمان أحبائي علاقات يسوع الاجتماعية كانت مناقضة لثقافة عصره في تلك الأيام بكل بساطة كان يحب الخطاة والعشارين يعني جبات الضرائب اللي كانوا يعتبروا مكروهين منبوذين من ومحتقرين من المجتمع شيء ثاني أحبائي قال يسوع جئت لا لأنقض بل لأكمل منشوف أنه يسوع المسيح أكمل الناموس من كل جوانب حياته وفي شخصه أيضا فمثلا منعرف أنه المسيح جاء مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني فإذا ولادة يسوع كان مولودا تحت الناموس ثم يسوع احبائك اي طفل اختتنا في اليوم الثامن وقدم في ال... في الهيكل طبعا أبويه اخذوه ليقدم في الهيكل ذهب كعادته الى المجمع لي... ليقرا ويصلي ويستمع ويعز ايضا كعادته فكان بمارس كل الناموس ثم احبائي المسيح بنقرا عنه انه كان يروح ذهب ومارس كل الاعياد اليهوديه اللي بتتطلب انه من كل رجل يروح يحضر الاعياد اليهوديه في اورشليم ثم المسيح اكمل الناموس بتعليمه، تعليم يسوع المسيح يعني متميز حطم غلاف التدين السميك شرح الكلمه بطريقه شيقه بطريقه جذابه بطريقه مؤثره فعاله ركز على الدوافع الداخليه وعلم بشكل اللي فعلا الناس بهرت منه وقالوا انه يعلم بسلطان لانه اعتادت الناس انه تسمع حرف الناموس وهكذا قال الفلان وكل الطقوس والمراسيم اللي حطت الناس تحت تقاليد اللي قال عنها الرب يسوع المسيح ابطلتم وصايا الله بتقليدكم، يعني بكلمات اخرى جاء المسيح ليحامي ليدافع عن الشريعه اللي هو اصلا اسسها ثم اكمل الناموس بتتميم النبوات وتتميم الرموز التي قيلت عنه والذبائح اللي تكلمت عنه ايضا اكمل الناموس بموته وقيامته حمل خطيتنا وحمل لعنة الناموس في جسده من أجل أحبائي شق الحجاب وفتح الطريق إلى الأقداس السماوية حتى يكون لنا الثقة الدخول إلى عرش النعمة مكتوب أنه نقض حائط السياج المتوسط اللي كان بيفصل بين اليهود وبين الأمم وفعلا الناموس اكمل في يسوع المسيح كمل الناموس بالخضوع الكامل والطاعه الكامله للناموس من خلال عمل الروح القدس وهذا الاختبار اعطانا الاهليه فعلا نكون خدام عهد جديد بنتكلم برساله روحيه وعصر جديد ناموس مكتوب على قلوبنا ورساله نعمه في عصر النعمه هذا ابقوا معي ساواصل حديثي بعد قليل <applause> اهلا اعزائي يسوع هو مثالنا في كل شيء في مجيء المسيح اجرى المسيح تغييرا جذريا في حياه المجتمع بدون كسر الناموس بدون كسر حرف واحد او حتى النقطه اللي, بتنت... اللي بتتوضع على بعض الاحرف العبريه فماجاش حتى يكسر او ينسخ الشريعه او يغير معايير او مقاصد الله لكنه جاء ليكمل كلمة يكمل مش بتعنيش إنه يزيد عليها لأنه الكتاب واضح لا تزيد ولا تنقص لكن ليكمل تعني ليؤكد ليثبت لي ويصادق ينفذ ويوثق و و ويوضح المعنى وهذا ما نراه في العزة على الجبل في التعليم المسيح قد سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم حرك الإنسان من الأمور الفعلية الظاهرية الخارجية إلى شيء أعمق في داخل الإنسان إنه في شيء كامن في داخل الإنسان اللي بيقوده لعمل الشر لأنه الناموس أحبائي بيعكس خطية الإنسان أو بيظهر خطية الإنسان لأنه الإنسان الغير كامل مكتوب إنه إنه إذا بتعمل خطية فالشريعة هي نفسها اللي راح تفضحك طبعا المسيح بوضح المعنى في الإنجيل يعني الإنجيل كامن في العهد القديم ولكنه معلن في العهد الجديد مكتوب وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بعدين يكمل بيقول لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن فإذا شو بيعمل الناموس الناموس بيعمل بقول لكل إنسان أنك أنت عاجز فاشل لأنه فضحنا مثل المراي أنت بتشوف نفسك في المراي ببتشوف بتشوف حقيقة نفسك فلكن الناموس ما بخلصك لكن بنفس الوقت الناموس هو غايته بوصلك للمسيح فلما بوصلك للمسيح المسيح اللي اكمل الناموس بكماله بموته على الصليب وقيامته احنا بنتكمل بنتبرر بنتقدس بنتطهر نفتدى من خلال يسوع المسيح فالله ينظر الينا من خلال بر المسيح فالمسيح الوحيد اللي اكمل ال ال الناموس بس الناموس بقول انت خاطي انت مجرم انت رايح على جهنم المسيح اللي وفق كل مطاليب الناموس يقول لا 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 اوكي انا اسا بنوب عنهم انا البديل بصير يعني خل... يعني المسيح هو الفلتر يعني للعهد القديم تنظر من من خلال يسوع في كل شيء للعهد القديم من خلال يسوع المسيح من خلال العهد الجديد العهد القديم والناموس هو عبارة عن قصر جميل جدا مرصع بالحجارة الكريمة باللآلئ والجواهر الثمينة لكن تحتاج إلى مصباح العهد الجديد نور العهد الجديد لكي تكتشف وترى كل هذه الحقائق الثمينة والجميلة واللآلئ والجواهر لكلها تشير إلى يسوع المسيح له كل المجد فالمسيح اكمل يعني اعطى وضح المعنى الحقيقي لانه هو علم عن المحبه لله اكد عليها والمحبه للقريب للنفس وقال هذا هو الناموس والانبياء رفع طبعا الانسان الى مستوى الروح رفعنا من التقيد بالحرف الى الروح يعني الروح القدس طبعا احبائي المسيح علمنا في القانون الذهبي كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم ليه؟ لان هذا هو الناموس والانبياء ثم احبائي بيتكلم عن المحبه المحبه لا تصنع شرا للقريب فالمحبه هي تكميل الناموس واي الوصايا هي الاعظم لما سالوا يسوع او سالوا قال تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك فكل الناموس بيتلخص بوصيتين محبه الله ومحبه القريب فالمسيح علم عن روح الشريعه يسمو فوق الطقوس لانه قال اريد رحمه لا ذبيحه اكمل الشريعه اطاعها شخصيا فاكمل كل بر اكمل الناموس احبائي اذ كتبوا على القلوب ليس على الواح حجريه شدد آه آه على مش على حرف الروح ال 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 الحرف لكن الروح اللي بيحيي الانسان لانه قال كلامي هو روح وحياه ابقوا معي ساواصل حديثي بعد هذا الفاصل اهلا اعزائي، شدد الرب يسوع المسيح وقال السماء والارض تزولان لكن كلامي ولا حرف ولا نقطة من كلامه يزول، فإذا المسيح شدد بنشوف كيف انه احترم واطاع الناموس، يسوع شدد انه لا يتغير حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس لانه ناموس الرب كامل يقول الكتاب المقدس الوصيه ناموس صالح مقدس وايضا عادل الناموس اظهر عجز الانسان وقادنا الى يسوع المسيح يسوع هو المجسد التجسيد للشريعه الموسويه ننظر ليسوع او من يسوع كانه الفلتر لكل العهد القديم من خلال شخص المسيح فالمسيح احبائي اصبح صار هيكلنا واصبح سبتنا وملكنا ورئيس كهنتنا وهو خروف الفصح وارض الموعد فكل شيء اصبحنا كاملين في يسوع المسيح. المسيح طبعا كمل الناموس الادبي الوصايا ما عدا السبت والناموس الطقسي طبعا ابطل في الجلجثه في موت المسيح والناموس المدني هو ما عادش يفيدنا لأنه إحنا أصبحنا من رعايا الملكوت وجنسية الملكوت لكن كل ما بيتعلق في الأمور الأدبية والأخلاقيات من شريعة موسى كملها ومنشوفها من خلال يسوع المسيح الرب يبارك